بسم الله. في برنامج كويس جدا اسمه ستيريليوم، ده برنامج اوبن سورس ومفتوح، وتقدر مفتوح المصدر يعني تقدر تشوف شفرة الكود بتاعته. ده بيوريك الكواكب زي ما انت عايز ويديك معلومات طريفة عنها، وطول ما انت ماشي بيبدأ بقى يعمل لك الحسابات بتاعة المكان اللي انت بتبص فيه، ويديك اسامي النجوم والكواكب يعني بشكل دوت اهوت. كل ما تقرب من كوكب او نجم يبدأ يجيب لك معلومات كاملة عنه زي ما انت شايف، تمام. كل ما تعمل زوم يبدأ يجيب لك أساميهم ويجيب لك معلومات كاملة عنهم هنا، وتقدر تدخل هنا تظبط الإعدادات بتاعته، معيار الدقة، العدسات، المستشعرات، التلسكوبات، يجيب لك كل المعلومات. وتقدر تظبط نوع التلسكوب اللي انت هتستخدمه والإعدادات بتاعته. فهو برنامج طريف ومجاني للناس اللي هي مهتمية بالنجوم والكواكب.